FM. الكلمة ليك. العام السابق للمنظمة الشغيلة حسين العباسي قد كشف أن مهدي جمعة كان يعد الانقلاب وكان وكاد يجهض الحوار الوطني. هذا كلها اتهامات البارح سمعناها في برنامج تلفزي كانت في شخص مهدي جمعة. علاش الاتهامات هذه حسب قصدك؟ والله هذا سبيل الطرف الساعة والضحك. أنا والله تمنيت لو كان مهدي جمعة عمل انقلاب وترشح، لأنه أنا في وقت نتابع في كل أنا في كل ساعة عمليات سبر الآراء. هو يحب يقول الكلاب على المسار معناها. واحد معناها كل عمليات سبر الآراء، كانت كل عمليات سبر الآراء معناها تضع سيد مهدي جمعة هو في صورة ترشحه، وهو على معناها قائمة على طليعة ومتصدر لكل معناها لكل عمليات سبر الآراء. أكثر من كان قريت سبر آراء ألماني خارج عن المؤسسة الألمانية يقول لك إنه لو كان ترشح سيد مهدي جمعة كان بإمكانه أن يفوز من الدور الأول. دونك أما هذا التاريخ أنا فهمتش علاش الحكاية ساعة حركة توا بعد عامين، هذا واحد. اثنين أنا نتذكر إنه سيد مهدي جمعة وقت اللي هو رئيس حكومة معناها في أربع مناسبات متتالية ما بين شهر جوان وشهر سبتمبر، وقتها كلما يطرح هذا الأهل من الأمر عليه يرد ويصرح إنه أولا هو عنده خارج الطريق سينفذه ولا يترشح، واللي اضطروا حسب من ذكر أنا في وقته أنه يرد ويصرح بكل حزم في خطابه الأخير قبل 10 أيام من غلق باب الترشحات، هو أنه تحولت المسألة ولت عندها بعد جد. يعني هناك كثير، هناك بعض من الناس اللي مشاو معناها وحبوا يجمعوا له توقيعات وحبوا يدرج، لكن انا اللي نعرفه لانه وما نتصورش انه سي مهدي جمعة لم يفكر ابدا في وقتها، مش ما فكرش، لم يقرر ولم يفكر في نيته في الترشح اصلا في ذلك الوقت. هذا اللي نعرفه واضح. ثم ما فهمتش انا علاش تحرك توا. سبب التحرك بتتخ انه فما المشروع اللي قاعدين نحكيوا عليه توا، انه فما تكون فكره نتاع مشروع سياسي يترأسها ولا يقودها مهدي جمعة. هذا موجود كفكره سوف كو ما عندناش حاجه سور، مازال ما قال حتى شيء رسمي. هذا هو المعني بالامر، ما هو سيد مهدي جمعة هو اللي جاوب عليه، وهو اللي لانه صاحب المشروع او الفريق المحيط به، خاصه الناس معناها اللي مونداتي معناها منه هو هم اللي جاوبوا على المساله هذه. نسمع كمال عبادي اللي هو هناك مشروع، وهذا نعتبر حقه، لانه انا نتذكر ثم تصريح معناها قاله سيد مهدي جمعة قال بعد ما غادر رئيس الحكومه، قال اللي هو بالنسبه ليه او معناها يعتبر روحه عدى عامل الجيش نتاعو لانه ما عادش وساهم معناها في انجاح مسار في البلاد هذه، وقرر العوده الى فرنسا هو وعائلته. لكن انا نذكر انه هو عمل تصريح في وقت اش قال لكن اذا كان وضعيه البلاد استدعات، واذا كان فشلت الناس تسير في البلاد واستدعات وضعيه البلاد عودتي ساعه. يعني هو من حيث المبدا حسب تصريحاته ما عندوش موجود، ومعناها يفكر اذا كان استدعات المرحله وطبيعه ووضعيه البلاد العوده اللي عمل هو يفكر فيه، هل انه سيباشر قريبا او بعيدا مشروع؟ هذا هو تنجموا تسألوا عليه، وهذا هو اللي نجم يجاوبكم عليه. كابا فان الكلمة ليك.